بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، أحيي بكم وأرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، عاصمة الميادين، ختامية الوثبة، ختامية الختاميات، حيث المتعة والإثارة، حيث الإبداع الجميل الذي يجمع ما بين هذه الأصائل وتحدياتها ومنافساتها. شوطنا التاسع ينطلق بحفظ من الله وتوفيق، ويحمل في طياته وكشوفاته الإبكار المحليات الأصايل. نتمنى توفيق والنجاح لجميع المشاركين. مباشرة نسير إلى المركز الأول وإلى الصدارة ليتقدم مع الشاهنية ناصر بن خويتم بن بخيت العامري، لكن التغيير من الجانب الآخر بدأت هناك بشاير مبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري يتقدم، بينما انتقل إلى المركز الثالث وإلى الإبداع الجميل مع الانطلاقات المميزة. وصلت الشاهنية مسعود بن سعيد بن سالم بن غصنه العامري يتقدم بتقدم شعاره وإنجازاته وماضيه المشرف، بينما المركز الرابع هناك من الجانب الآخر الهجوم المكثف مع انطلاقة شعار حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم الوسمية ويتحرك بالوسمية، وكذلك نبى ناصر بن خلفان بن عبد الله المزروعي، بينما المركز السادس مع بن قنزول يتقدم هنا في هذه اللحظات هنا من الجانب الآخر من خلال الشعار شاهد التسلل الملحوظ من خلال هذا الوجود. ما شاء الله، كلهن في موقع واحد، في مسار واحد بقوة المشاركة. هذا هو ختامي الوثبة، هذه هي المنافسة وقوة المشاركين. من وصل؟ وصلت الظفرة للدحبة بن قنازل بن حمرور العامري يتسلل مباشرة إلى المركز الأول ليقير إلى صدارة الشوط، ويتحرك بأمال بطموحات وإنجازات، بأمال تحملها الظفرة من خلال هذا التواجد. وصل كذلك، وصلت الشاهنية ناصر بن خويت بن بخيت العامري، ثالثا الوسمية حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الرابع ورابع المراكز الوصول الآخر يبدأ هنا، يبدأ مع العزرة لسالم بن كرامة بن عيضة العامري. وصل بن كرامة، والكل يصل، الكل يبحث، الكل يطير من أجل هذا الفوز والانتصار. انتصفت المسافة، راحنا الكيلوين والنص والمتبقي مثلهن في منافسة هذا الشوط، في تحديات هذا الانطلاق. سوق لمانع بن مبارك بن مساعد المنصوري غيرت ادغشة، العبيد بن مصبح بن عبيد العميمي يغير الى الصدارة، ينتزع المركز الاول. يسير ما شاء الله تبارك الرحمن، ولعت المنافسة، ولعت بدأ الهجوم هنا من قريحة القادمة في هذه اللحظات، او فريحة القادمة لحمد بن بخيت بن نوبية العامري يتسلل مع فريحة ويتقدم على صدارة الشوط على المركز الاول هناك باندفاع بقوة بمنافسة. المركز الثاني اتغشى عبيد بن مصبح بن عبيد العميمية، ثالثا تحرك بن دحروي يقدم لنا النهضة. انتهى
الرافضي أيتها النهضة مع مطر بن محمد بن دحروي العامري. الله يا ابو محمد، الله يا المنافسة، الله يا القوة، الله يا الإثارة التي تجمع ما بين كبار المضمرين، ما بين كبار الملاك. وصلت الوسمية لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم بالوسمية، وبن قنازل يتحرك بالظفر الدحبة بن قنازل بن حمرور العامري. لكن وين فريحة راحت وانطلقت على المركز الأول، اندفعت على الصدارة هناك مع اندفاعتي وتحركات حمد بن بخيت بن نوبية العامري. يطير بالسلام، يطير بالفوز، يبدع ويمتع ناظري المشاركين بانطلاقة هذا الاسم. هنا العصافة الابطان بدون يتوامر، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله على هذا الابداع. وصلنا الى منطقة الاعلام، وين مترفرف الاعلام، وين مترفرف الاعلام، منطقة الخطر. لكن القادم وصلت هنا، وصلت الشاهنية. حمد بن سالم بن محمد الاكتبي وحمد بن محمد بن سالم الوهيبي قادم، وبن دحروي ايضا، والواصلين مرعبين، الواصلين مرعبين. مياسة لسعادة سيف بن محمد بن رويجد الاكتبي وصل، وصل. لكن خلاص الفوز ما هو بالسهالة بالتعب، خلوه للي ما يعرف المستحيل. سلام سلام سلام، افريحة افريحة. والقادمين وصلت ايضا، وصل محمد بن سعيد بن شطيط بن سعيد اليحافي، وصل على المركز الثاني. ولكن الفوز معاك، معاك يا راعي فريحة، حمد بن بخيت النوبي العامري يحقق الفوز والانتصار هناك مع هذا الاندفاع الجامع هناك مع الابداع الجميل. وذكرتنا بالديجور وانجازاته. المركز الثاني كانت هناك بالمركز الثاني هي الحذرة لمحمد بن شطيط بن سعيد الجحافي. المركز الثالث كان مع المركز الثاني ثالث مياسة سعد السيف بن محمد بن رويجدة الاكتبي. المركز الرابع هناك مع المركز الرابع اللي وصل فيه هناك الوسمية حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. والمركز الخامس مع المركز الخامس اللي هي نجود لمحمد بن حمد بن مبارك بن عثعيت العامري، وصل على المركز الخامس. إذا متابعين الكرام مستمعينا الأفاضل، المنافسة قوية والأداء كبير، والانتزاع والفوز كان من نصيب فريحة. التوقيت الزمني 7:24، جزءا واحدا من الثانية. تهانينا لمالك فريحة حمد بن بخيت بن نوبي العامري. المركز الثاني وصلت هناك اللي هي ايضا الحذرة 7:25، 5 دقائق من الثانية. الحذرة لمحمد بن شطيط بن سعيد بن علي اليحافي اللي وصل على المركز الثاني، بينما المركز الثالث 7:26، 3 أجزاء من الثانية كانت اللي هي أيضا مياسة سعادة سيف بن محمد بن رويجدة الاكتبي، هو من وصل على المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.